قد تتسبب بعض الأشياء داخل منازلنا من تحف وعادات خاطئة باكتساب الطاقة السلبية من المنزل وتأثير جميع من في المنزل فيها، مما يؤثر على الحالة النفسية أكيد والمزاج للأشخاص. راح نعرف تفاصيل أكثر مع ضيفتنا في الاستديو موضي أشرية، مدربة في مسارات الوعي. حياك الله. حياكم الله، تشرفت والله فيكم. نورتينا. هلا وسهلا. وسعتوني صراحة بهذه الفرصة. الطاقة علم مرة واسع ومرة جميل، وكل ما أبحرتي فيه استنتجتي أشياء مرة جديدة. إحنا اليوم معك رح نبحر بزيادة. بس لحظة ياسمين، قبل لا ندخل في تفاصيل فقرتنا اليوم، كيف شفت الطاقة لحد الآن؟ والله أنتم ما شاء الله طاقتكم مرة جميلة. الحمد لله، أنا كذا يعني أكون مرتاحة، نقدر نبدأ الفقرة. طيب دائما نقول إنه ما نعرف، ما في تفسير منطقي للأشياء اللي موجودة في البيت، أو حتى تدخلي في البيت تكوني مرتاحة أو لا، أو على حسب وجود الأشياء من تحف، من نباتات أو أشياء معينة موجودة. قد إيش هذا له تأثير سلبي علينا؟ طبعا حنا من الأجسام اللي لها طاقات، والأسف الشديد اللي ما عنده وعي أو ضعيف الوعي عنده أو غير منتبه وغير في اللحظة، دائما ما يكون في اللحظة، دائما يلتقط الذبذبات السلبية بسهولة. فتلقينا دائما متنرفز، دائما ضايق صدره، دائما تعبان، دائما متعلق بالماضي، يدور شيء عشان يزعل نفسه. هذا واقف على الأطلال. واقف على الأطلال. وهذا فعلا من أسبابه ترى الأثاث القديم. أيوه. ممكن. طيب على سيرة الأثاث القديم نبغى نتكلم عنه، يعني يقول لك دائما في أشياء مفروض إنها ما تكون موجودة في البيت. يعني مثلا لو عندك شيء عطلان، ساعة، الكوب مكسور، كرسي، الورود المجففة، الورود المجففة أو اللي تكون ماتت، اللي تكون طبيعية وصارت يابسة، صحون، هذه الأشياء الستة قد إيش هي فعلا ممكن تكون مؤثرة؟ هذه إذا كانت أول شيء تكون طاقات خاملة، تصير واقفة. أوكي. مع الوقت تصير طاقة سلبية. ليش؟ لأنها تبني غبار، تبني قذارة، تبني كل شيء يصير فيه، يعني يجذب البكتيريا، يجذب التلوث، يجذب الوساخه، تصير طاقه سلبيه طبيعي. ممكن تقويم السنوات كمان له تاثير كبير. اكيد، زي ما قلت قبل شوي، يكون على اطلال على الماضي. أيوة. والتقويم القديم قدام. اكيد، كل شيء قديم اصلا يخليك غير موجوده، ما انت موجوده هنا في الحاضر. في الحاضر وفي اللحظه. بالضبط. طيب خليني اعيش انا وياك. انا عندي زي ما ذكرت روان، عندي اكواب فناجيل مره احبها، كسرتها العامله، فللان اشرب فيها. الان هذه مش مكسوره؟ اي والله. فيها شرخ مره بسيط، تبغاني ادبها؟ والله ماني ذابتها، مره احبها والله، فاشرب فيها. مالك بالطويله، خلنا اقول لك. سعدي كرندا. فاللي جالس يصير معي انا من جد، في اشياء لها سنين عندي مثلا، بس ما اقدر استغني عنها لانه انا فعليا احبها، مش متعلقه فيها بس احبها، احب وجودها، وجودها مريح، زي مثلا فازات تكون ذكرى حلوه. هذا اسمه تعلق. هذا اسمه تعلق. ما ادري. انت تقاومين ولا تقبلين؟ دائما الشيء اللي منكسر منكسر، ما راح يتصلح. فالافضل انه ما يكون موجود، يعني ليش انه موجود في حياتك؟ لا شوفي، انا اجيب، انت لا تفهميني غلط، ترى انا عندي اشياء جديده كثير. انا عارفه، بس انت متعلقه في القديم ومرتاحه للقديم. أنا أحب أي شيء قديم صراحة. يس. أحب الأشياء القديمة، بس خليني، خليكي مني، خلاص بطلت، خليكي مني. في بعض يعني الناس، الأشخاص يقولوا إنه الطاقة السلبية تستمد، زي الحين كلامنا، من الأثاث، من الأشياء اللي موجودة، بس بعض الأشياء أو الطاقة السلبية تستمد من الأشخاص. نعم. لما يجيكي شخص كتلة طاقة سلبية وجالس قدامك، طبعا يعني خير، حنا لازم انا اكون قدامك، يعني طبعا لازم اكون. لازم نفهم ان الطاقه، كل شيء يطلع منك طاقه. صح. الكلام، الكلمه الواحده اذا طلعت منك طاقه. الفعل اللي تسوينه طاقه. الكلمه الطيبه اذا جتك تاثر فيك اكيد، لكن اذا كانت نيتها تختلف برضو تاثر الله فيك. الله اعلم بالنوايا. لا بس ولو الطاقه تبين مهما. صح. كانت أنا جميله راح تلسين فيها. بالضبط. مو الطاقه الايجابيه دائما هي الغالبه؟ الغالبه الطاقه الايجابيه، لكن اذا كانت مبطنه الكلمه ايا كانت، زي مجامله يعني، او ان الاشاره سلبيه ممكن تحسين فيها. أوكي. انها مو بصحيحه يعني. سبحان الله، الاجسام تبث طاقات. طيب انا ليش سالتك هالسؤال؟ لانه في يعني يجر سؤال ثاني. ساعات تدخلين بيت فعليا بعض الاثاث فيه قديم او من زمان او من سنين. حلو. بس لما تجلسين بهالبيت ترتاحين. ليش فعليا؟ تحسين انه انت مرتاحه وما تبغين تطلعين.
ليش ترتاحين؟ هذا السؤال اللي انا ابغى اسالك اياه. نظافه المكان هذه من اساسيات المكان اذا كان سبحان الله طاقته ايجابيه. الناس اللي فيه مش من الشخص الايجابي اللي هو فيه الا من الناس اللي فيه اللي ساكنين فيه. هذه النقطه سبحان الله لها. سبحان الله الغرفة والبيت والمكان حتى المكتب حتى العمل حتى بيئة العمل إذا كان فيه شخص طاقته إيجابية تغلب الكل فتلقينا إذا طلع من المكان هم ما عاد يرتاحون البعض. سبحان الله صادقة. الطاقة الإيجابية دائما تغلب الطاقة السلبية. يعني كل شيء كل شيء يعني حتى لو انه تنظيف طبعا لازم تغيرين الاثاث تنظفين اللي تحته اكيد يعني فالنظافه هذا شيء اساسي. احيانا يقولوا كمان من الديكور ديكور البيت ديكور المكان اللي تدخل فيه ممكن يبث طاقه سلبيه. هذا معتقد انت اذا اعتقدتي في شيء انه يبث طاقه سلبيه بيفترك طاقه سلبيه، لكن الشيء المنكسر الشيء القديم الشيء اللي انت تتعلقين فيه معنى عندك ما عندك توازن في المشاعر ما عندك توازن في تصرفاتك في اسلوبك في طريقتك فتصيرين تمسكين في الاشياء. طيب كيف ممكن نستغل هالطاقه الايجابيه ونبدلها بالسلبيه؟ الطاقه السلبيه نجيب الطاقه الايجابيه. لازم تعرفين شلون توازنين نفسك. دائما اذا حصل لك اي موقف إن كان لازم تسترخين. سبحان الله فيه تقنيه انا اسويها وفعلا علمتها الناس وفعلا هي شيء مو جميل شيء ممتاز. دائما التأرض. التأرض. اوكي. المشي حافي على اوكي يا انه رمان خشب او تراب. رمان. حلو. وايضا في شيء ثاني اللي هو السجود. السجود سبحان الله. السجود يسحب كل الطاقة السلبية سبحان الله. يعني احنا تقريبا ذكرنا 6 اشياء المفروض انها ما تكون موجوده في البيت والواحد يتخلص منها قد ما يقدر حتى ما تكون طاقه خامله وفي نفس الوقت ممكن تتحول الى طاقه سلبيه مع الوقت، لكن يعني احنا يمكن بسجيتنا بعفويتنا بفطرتنا بعد ما نفرش البيت ابغى اروح اجيب كم نبته زرعه، ابغى اروح اجيب كم شمعه، هذه احنا يعني بطبيعه الحال نسويها من غير ما نعرف هل هي جالبه للطاقه الايجابيه او لا. صحيح. هنا كيف ممكن نفسر هذه الحاله؟ أنت تخلقين البيئة اللي تبينها. إذا كنت متسعة من الداخل تكون متسعة من الخارج. سبحان الله العظيم. الإنسان طبعا حنا في الدين في ديننا الإسلامي طبعا في شيء اسمه سجود الشكر. صحيح. وشلون توازنين نفسك إذا جاك فرحة إذا جاك بسطة شلون ترجعين يعني لوضعك الطبيعي لازم تسجدين. صحيح. السجود يخليك متوازنة أنه أنت تستحقين يعني حنا ربي مكرمنا فعليا يعني احنا سجدونا الملائكه والانسان مكرم كيف ما يستحق يعني هذا الشيء. فسبحان الله لازم الواحد يرفع استحقاقه ويوازن نفسه دائما في كل حاله مهما كنت تعبانه ولا متضايقه اقعدي بحالك وازني نفسك خذي نفس عميق وارجعي لحالتك الطبيعي حاولي ترجعين لحالتك الطبيعي. القبول دائما القبول وعدم المقاومه دائما انا دائما اقول لا تقاومون دائما هذه كلمه يعني نستسلم لا تستسلمين استقبلي تقبلي اوكي يعني اذا استفزك شخص ترى مو من الشخص من شيء داخلي فيك المفروض ما حد يستفزك انت المفروض ما حد يهز فيك شيء ليه والله بالسهل انا استفزازي اقسم بالله شعر وشراره انا مره طرطوعه لا لا يبيلك لا يعني الحمد لله رايقه بس تشب معايا مره لابد تشب. طيب ذكرنا قبل شوي معتقد اللي هو قلت الديكور. يس. كمان قريت انه في بعض المعتقدات انه تحط الاثاث او اشياء معينه جهه اليمين اي او الشرق فعلا زي فعلا. ما يقولون فعلا في الجهات لها ايش السبب في علم الشرق. الصيني في العلم الصيني انه الجهات لها سبحان الله لها طاقه برضه دخول الشمس للبيت ضوء البيت الحمامات صح خمس الله نفس الشيء مكان القبلة سبحان الله سواء في المنام سواء في الجلوس سواء في استقبال القبلة في الصلاة في إلى آخره يعني الاتجاهات الأربعة فعلا لازم الواحد ينتبه لها في البيت بالضبط اتجاهات أربعة خاصة يقولون غرفة النوم لا تحط السرير مقابل الباب حتى خروجك ايه؟ تدرين خروجك لازم يكون على القبلة سبحان الله العظيم جميل طيب الحين احنا تكلمنا عن الطاقة الإيجابية وكيف الأشياء أو أبرز 6 أشياء بالبيت ممكن تسبب تجذب الطاقة السلبية.
ابغى اعرف ايش اللي يجذب او ايش الطاقه الايجابيه. كيف انا اعرف انه او لما ادخل مكان مثلا ما اعرف الاشخاص اللي فيه، اعرف انه هذا المكان فيه طاقه ايجابيه بغض النظر عن الوجه البشوش، بغض النظر، بس نبغى نعرف انه لما ندخل مكان كيف نعرف انه فعليا اصحابه يعرفوا بعلم الطاقة الإيجابية، أو مثلا يعرفوا أنه بالأشياء اللي ممكن تجذب الناس أو تريحهم. طبعا أنت كإنسان واعي تحسين وتشوفين ما تتكلمين، دائما الواحد يحس بالطاقة. يعني أنت إذا دخل عليك شخص، طبيعة أنتم يعني إذا دخل عليك شخص ممكن ما ترتاحين أحيانا، هذا اللي نقدر نسميه القبول. أيوة تتقبلينه فعليا، لازم تتقبلينه، لكن الطاقة السلبية تحسينها حتى في المكان. أنت إذا دخلتي مكان تحسين هل هو مريح أو غير مريح بالنسبة لك. إذا مو مريح هاتي يقعدي وتقبلي الموضوع، ويعني إلين ما إذا هو شغل، إذا هو وظيفة، إذا هو لازم تتقبلي وضعك أيا كان. الطاقة الإيجابية، أنت إذا بديتي يومك بطاقة إيجابية راح يستمر كل يومك بطاقة إيجابية. خليني أقول لك على تريك أنا أحب أسويها عندي في البيت، بأنه أنا عندي البيت رايق، في نوع ميوزك ده كنا نتكلم عنه اللي هو يرفع نسبة الدوبامين في الدماغ، اللي هي ميوزك دبدبات الألفة 528 دبدبات الألفة أحبها في النهار، يعني بتسمع صوت عصافير أو أمواج وشلالات أشياء طبعا الطبيعة كلها. طبعا فأنا أقرب لك هارد روك يعني لا أمزح معاكي. طيب خلينا نتكلم عن شيء اللي يجيب الطاقة الإيجابية للبيت. بنسمع إنه أي أحد بينقل بيت جديد أول شيء يسويه أو الكبار بسن ينصحوا حطوا ملح في الأركان. صحيح. رشوا ملح. رشوا ملح. إيش قصة الملح؟ الملح أنتم تعرفون هو مادة، أنا أتكلم دائما علميين. أنا الأمور الثانية. مادة فيها أيونات. مادة. يقولون أنها تسحب الملح تسحب الرطوبة أساسا. أيوه. تبين ما تبين مكان فيه رطوبة تبي تحطين ملح. إذا انسحبت الرطوبة إيش يصير؟ ما راح يكون فيه بكتيريا، ما راح يكون فيه فطريات. دائما المكان النظيف والبيئة النظيفة سبحان الله العظيم تجيب الطاقة الإيجابية. طيب قد إيش مهم استغلال نقول النباتات في البيت؟ في بعضهم يحط نبتة الصبار في نص البيت. أنا الصبار أبداً مو كويسة. إيش رأيك؟ بالنسبة لي أنا الصبار مو كويسة أبداً. أي. هي يقولون في علم معين انه يعني تاخذ الاشعه الفوق بنفسجيه المضره تسحبها، بس هي فعليا ما كويسه في البيت. النباتات بشكل عام مره كويسه، لكن غرف النوم ايضا لا. النباتات في غرفه النوم لا، لا مو مكان غرفه نوم ابدا، لانها تطلع ثاني اكسيد الكربون في الليل. حطونها في غرف النوم، حطونها في المكاتب. لا لا لا، هي في مكان وسيعة، ايه؟ صالات، مجالس، مطبخ. المطبخ أصلا أساسي. أهم شيء مو صبار. لا صبار لا. طيب بالنسبة للنوافير، في بعض يستغلها يحط لك نافورة موية. مرة النافورة كويسة تعطي طاقة إيجابية. مرة النافورة كويسة، شيء جميل. الموية بشكل عام وصوت الموية مرة جميل. الأطفال سبحان الله، احتضان الأطفال ترى سبحان الله، الطفل تبين طاقة إيجابية كمية كبيرة، احتضني الأطفال. الله احتضني الأطفال فعليا. يمكن عشان كذا عيال أختي متأذين مني صراحة. والله تختك للطاقة. والله أكلهم الله يحفظهم. آمين يا رب. احنا تكلمنا عن نبات الصبار، في أشياء ثانية أو معتقدات ثانية دائما الناس تعتقد فيها، مثلا المرايا. يس. يعني يقولون لك انها ممكن انها تجيب الطاقه السلبيه. صحيح. انا ما احب المرايا بغرفه النوم، اما باقي البيت انا احب تتوزع فيه المرايا، ما اعرف بس انه احس انه شيء حلو، وانا رايحه اشوف شكلي وانا طالعه اشوف شكلي. أكيد. فاحس انه حلو. هل شعر لك يا رندا؟ اكيد. تطالعي ايش تقولي؟ المزيونه من هي بنته. ايوه اوكي. هذا اللي تبغين توصلين له. المرايا قلنا ايش الاشياء الثانيه، المعتقدات اللي يحسونها انه غلط شيابنا؟ هي اكثر شيء المرايا. مثلا ايش كمان يتكلموا عن الزهور هذه اللي تكون دابت الملابس القديمه. الملابس صحيح. الذكريات القديمه، الاوراق القديمه، الاشياء المتكدسه. الاشياء المتكدسه يا مشان انا بزعل منك صراحه. انا عندنا مستودعات احنا يعني والله انا عندي ملابس من 5-6 سنين بس. لازم تعتنين فيها. انا معتنيه فيها. لازم تغيرين فيها.
كيف الدنيا تتغير، الكون يتحرك. والله أنا ألبسها ويسألوني من وين جاي. شوفي أنت جالسة تطلبيني أشياء مرة لا، يمكن أنا ورؤى نتفق بهالنقطة. ملابسنا من 5-6 سنين موجودة. لا أوكي، دائما تجدد. الواحد إذا يبي يصغر يكبر وهو يصغر لازم. بس انت ذكرتي قبل شويه نقطه جدا مهمه، قلت ان الواحد يغير اماكن هذه الاشياء الكامنه، مثلا لو طلعنا الملابس ورجعنا ثاني مره واعتنيتي فيها وغيرتي شكلها وقصيتي اكمامها ممكن بتغير معها وتثبت الطاقه الايجابيه. صدق يعني بالتالي يعني مو غلط الواحد يقتدي الاشياء القديمه ويحتفظ بها، لكن يحاول يجددها، انه يجددها يعني حتى الصور القديمه بالضبط احتفظي فيها، بس حطيها في اماكن صح، غيري اشكالها، البراويز دائما جددي جددي من الشيء مهما كان قديم هو موجود عندك، تسوي له عادة تدوير بس. ايوه بالضبط. اسكوبي جميل. ما ارميه ابدا، لا ترميه ابدا باذن الله. انت بثيتي اليوم الطاقه الايجابيه واحنا شاكين وجودك يا موضوع. الشكر لك، نورتوني والله، حياك الله. مشاهدينا مستمرين معاكم بعد الفاصل.